السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده هنعمل ريفيو للجافا سبيشاليزيشن على موقع كورسيرا لجامعه ديوك. ولو انت اول مره تبدا بالبرمجه او اول تكون معرفش تخش عن البرمجه، فانا ما انصحكش انت تاخد الكورسات ديت. طب الحل ايه؟ انصحك انت تاخد كورسات على موقع رواق والكتاب اللي انا عملت لهم ريفيو، هتلاقيهم ظهر هنا او هسيبهم لكم تحت الديسكربشن ان شاء الله. بص عليهم برضه عن تجربه عشان ما تتعبش. تمام يا شباب، هو جافا بروجرامنج على كورسيرا هو عباره عن اثنين سبيشاليزيشن، جافا بروجرامنج سوفت وير انجينيرنج فاندمنتالز، وتاني سبيشاليزيشن اللي هو اوبجكت اورينتد بروجرامنج ان جافا. اول حاجه ان انت تبدا بالكورس اللي هو جافا بروجرامنج اند سوفت وير انجينيرنج فاندمنتالز، تعلمك جافا سكريبت و HTML و CSS. بديت يعتبر حاجه اساسيه ان شاء الله تحتاجها في اي لغه برمجه عشان برضك تبقى تعرف تشتغل مع الويب والكلام ده وكده. تاني حاجه عندك بقى اللي هو بيعلمك سولفنج بروبلم والسوفت وير، وبيعلمك بقى بعد كده داتا ستراكشر اللي هو اري والليست بس بتوسع اكتر يعني. وبعد كده بقى بيعلمك اللي هو برينسيبال اوف سوفت وير انجينيرنج. ديما لو انا انصحك ان انت تاخد اول 3 كورسات دول ماشي، بعد كده تقف، وبعد كده تقف هنا، وبعد كده تروح على السبيشاليزيشن الثانيه ديت. فالسبيشاليزيشن الثانيه هتلاقي ان في اول كورسين اللي انت خدتهم اللي هو بروبلم سولفنج بروبلمز واري ليستس، ديت هتلاقيهم انت خدتهم قبل كده في السبيشاليزيشن ديت. تمام، هما سولفنج بروبلم واري ليست، فانت هتلاقيهم ان هما خدوا السبيشاليزيشن ديت. عباره عن تعاون بين جامعتين اثنين، جامعه ديوك يونيفرسيتي وجامعه يونيفرسيتي اوف كاليفورنيا سان دييغو. فهي السبيشاليزيشن ديت في اثنين جامعتين اثنين بيدرسوها. تمام، فاول كورسين لجامعه ديوك اللي انت خدتهم قبل كده في السبيشاليزيشن ديت، وتاني اخر كورسين لجامعه اوف كاليفورنيا سان دييغو. فهو انت ادرس اوبجكت اورينتد بروجرامنج هنا وداتا ستراكشر اند بيرفورمانس، خلص الاوبجكت اورينتد بروجرامنج هنا. تمام، وبعد كده بقى ان شاء الله خش على ديت برينسيبال اوف سوفت وير انجينيرنج سوفت وير ديزاين. فهو هنا ان شاء الله دي بقى بيعلمك ازاي تفكر صح، ازاي مثلا ان انت تعمل اوبجكت اورينتد صح، ازاي انت تستفاد من الكلاس اللي انت بتعملها وتربطها مع بعض بشكل صح والكلام ده. فهو صراحه جميل جدا والكورس ده مهم. فانت بعد ما تخلص السبيشاليزيشن ديت خش على الكورس ده. وبعد كده بقى في الاخر خالص لما انت تخلص الاربع كورسات الاولانيه دول، الكورس ده ان شاء الله هيبقى مفتوح لك بالمجان، مش شرط ان انت تقدم عليه دعم مالي ولا اي حاجه، هيبقى مفتوح لك طالما انت خلصت اول اربع كورسات فيه. هيبقى عندك كابستون اللي هو جافا بروجرامنج ريكومنديشن سيستم، اللي انت هتعمل بقى في الاخر خالص ريكومنديشن سيستم شبه الموقع اللي هو شبه موقع مثلا الاعلانات والكلام ده. لما انت مثلا تلاقي اعلان بيقترح عليك حاجه انت اتفرجت عليها قبل كده، فانت هتعمل بقى سيستم او هتبرمج حاجه تعمل نفس الكلام ده بالظبط شبه نتفليكس والكلام ده كده. هو صراحه الكورسات دي جميله جدا، وانا بنصح بقى اي حد لو انت يعني ايه مستواك لسه يعني خلصت المرحله المبتدئه او لسه مبتدئ في المرحله المتوسطه من جافا، فانا انصح بقى اي حد ومستو الكورسات ديت ان هي عليها تمارين كتير جدا وعليها تدريبات. حاجه جميله برضك في الكورسات ديت ان هم ما بيقدملكش الموضوع، لا هو مثلا بيديك المشكله وبيقول لك بقى ممكن في داتا ستراكشر في جافا اسمها كذا ممكن تحل لنا المشكله ديت. فهو يعني ايه بيخليك تفكر معاه الاول وبعد كده بيديك الحل في الاخر. فدي انا الصراحه لقاها طريقه جميله جدا في التعلم. تاني حاجه اللي هي التدريبات، اكبر ميزه فيها ان هي تدريبات فعلا بتتحداك فعلا وعايزك ان انت تشغل دماغك وتدور وتبحث عن المعلومه. تاني حاجه ان هو بيلزمك ان انت تحل التدريبات ديت، يعني ما تسيبهاش وخلاص، لا لو انت ما حلتش التدريبات ديت مش هتعرف تاخد شهاده الكورس ولا هتعرف تخلص الكورس، فلازم تحل التدريبات ديت. وانا صراحه التدريبات دي كانت جميله جدا جدا ويعني وعلمتني كتير صراحه، فانا انصحك بها جدا. يعني انصحك ان انت تاخد الكورسات ديت، يعني انت خلصت مرحله المبتدئ وعايز تخش في الانترميديت، يعني انا بقول لك او المتوسط، يعني انت خش في الكورسات ديت هتفيدك كتير جدا ان شاء الله وتاسسك جدا وهتنفعك بعد كده ان شاء الله لو انت حبيت تتعلم لغه برمجه ثانيه، فدي هتفيدك كتير جدا. فديت مش مقتصر ان انت تتعلم جافا لوحدها. وصراحه طريقه الشرح فيهم جميله جدا، ويعني وناس دمهم خفيف خالص والله، ودكاتره دمهم خفيف خالص، فانا انصحك بها جدا ويعني ان شاء الله تستفاد كتير بها. تمام يا شباب، هو ده نهايه الفيديو بتاع النهارده. يا ريت لو لسه ما اشتركتش تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشاره مع اصحابك. ويلا سلام عليكم.